السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من بين قوسين، نناقش فيها ابعاد حمله الترحيل القسري للمواطنين من العاصمه المؤقته عدن. من جديد عادت معاناة المواطنين المقيمين في العاصمة المؤقتة عدن. عادت حملات الترحيل القسري بناء على الهوية المناطقية في ظل ضعف وغياب الدولة ونفوذها الحقيقي في محافظة عدن. تواصل بعض العصابات حملاتها العنصرية ضد البسطاء من العاملين والبساطين في أسواق مديريات العاصمة المؤقتة عدن عامة، الأمر الذي يثير التساؤلات عن دور السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة وكذا عن مواقف الهيئات المجتمعية والأعيان والمواطنين من أبناء هذه المدينة، وما الذي يجب فعله لمنع هذه التصرفات التي تسيء لهذه المدينة وأصالة أهلها. سنحاول الوقوف على حقيقة ما يجري، الأسباب والتداعيات والتبعات على المدى القريب والبعيد، وللنقاش سيكون معنا من العاصمة المؤقتة عدن عبر الأقمار الصناعية الأستاذ عبد الله النعماني أحد أعيان هذه المدينة، وعبر الهاتف من عدن أيضا الكاتب فهمي الثقاف، ومن إسطنبول الباحث حسن مغلس. إذن أبدأ بالترحيب بضيفي من العاصمة المؤقتة عدن عبر الأقمار الصناعية، سيكون معنا الناشط الاجتماعي وأحد أعيان هذه المدينة سيد عبد الله النعماني. سيد عبد الله مساء الخير. مساء الخير، حياك الله سيد عبد الله. يعني نتساءل اليوم عن الحال في العاصمة المؤقتة عدن، كيف هو الحال وكيف هي الأوضاع حاليا؟ الحمد لله، الناس مع الأخبار والانتكاسات التي تحصل في الجوف وفي مأرب، الناس لا زالوا في حيرة من أمرهم، يعني هناك حيرة كبيرة وخوف يلاحق الناس، رغم أن الأوضاع نوعا ما فيها شيء من الاستقرار والاستتباب في عدن، لكن الخوف من المجهول والمستقبل وعدم الثقة فيما هو قادم هو الذي يبعث القلق والحيرة في قلوب كثير من الناس. نعم، إذن هو فعلا يعني في الأوضاع مع مستجدات الأوضاع يعني الحيرة صارت جيد. تلازم الجميع بمستقبل البلد في ظل المستجدات والوقائع الأخيرة التي ربما يعني تثير الكثير من التساؤلات عن يعني أين مسؤولية الدولة مما يدور ومما يحدث سواء في شمال البلاد أو في جنوبها. ونتساءل هنا سيد عبد الله يعني عن آخر مستجد أو مستجد في العاصمة المؤقتة عدن، يعني كنا قد نسينا فكرة مسألة الترحيل التي كانت حاصلة ما قبل 6 أشهر تقريبا، هناك كانت قد حدثت بعض الحملات التي استهدفت بعض المواطنين وتم ترحيلهم بالمئات إلى خارج العاصمة المؤقتة عدن، ومنهم من تم إيصالهم إلى خارج ما يسمونها حدود الجنوب. اليوم عاودت هذه الحملات من جديد، ونتساءل يعني من الذي يقوم بملاحقة الناس وترحيلهم؟ لعمرك ما ضاقت بلاد لأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. هذه المسألة قد تكلمت فيها قبل أشهر عندما حصلت الترحيل الأول، ونلت من ذلك الأذى الكثير والكبير، علما أنه لا توجد جهة سياسية محترمة أعلنت أنها هي من تفعل ذلك. يعني حتى الإخوة في المجلس الانتقالي تواصلت مع القيادات منهم وأخبروا أن لا علاقة لهم بهذا الترحيل، يقوم بالترحيل جهات منفلتة هي من تفعل هذه الأفعال بحجة الجنوب وما إلى ذلك، لأن تعريف الجنوب عندهم هي الفوضى والفاشية عياذا بالله. وأنا لا أتكلم هنا بصيرة سياسة، كما قلت السياسة إذا اصطدمت مع الشرع فهي تحت القدم بالضبط. نحن نتكلم شرعا، هذا الأمر الذي يفعل هو فعل يعني قبيح محرم، بل هو من كبائر الذنوب التي يفعلها الإنسان، وهي من الأفعال العظمى التي توجب سخط الله سبحانه وتعالى علينا. تحدثت عن سكوت الحكومة الشرعية عن الترحيل الأول وحتى الترحيل هذا، للأسف الشديد هناك يعني إهمال لهذه القضية التي تمس الإنسان، أن الدفاع عن المظلوم سواء كان شمالي أو كان جنوبي واجب شرعا على العلماء وعلى الخطباء وعلى الحكومة قبلا وعلى كل الجهات المسؤولة حتى على التحالف نفسه الذي يسيطر اليوم على الأرض.
لكن للأسف الشديد نجد هناك تجاهل كبير لمظلومية المظلوم، يعني رب دعوة مظلوم هي التي أحاطت بنا وأحاطت بمشروع التحالف بكله. فهذه القضية خطيرة جدا، وينبغي أن يدخل أحدنا الأخدود. اليوم من يتكلم في هذه القضايا يهدد بالقتل وبالترويع وبالأذى، وكأنه يقول باطلا، لكن في سبيل كلمة الحق مستعدين أن ندخل الأخدود إذا كانت القضية هي قضية حق. وما يجري من ترحيل إخواننا الشماليين في عدن، هذه يقوم بها أوباش. أنا سميتهم في تلك الفترة أنهم أوباش. فعلا هؤلاء لا يقيمون دولة. الشخص المحترم الذي يريد يقيم دولة لا يمكن أن يفعل ذلك. ولهذا نجد أن الدول الوقحة التي لا تحترم الإنسان ولا وجوده لا انتهت في التاريخ. ولهذا كسرى عندما تعامل بوقاحة مع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومزقها، قال عليه الصلاة والسلام: مزق الله ملكه فزال ملكه. بينما حكم القياصرة إلى اليوم، لأنهم يملكون شيء من الأخلاق أو العدل إن صح التعبير. بينما هذه الأفعال التي يقومون بها هي تجريف حقيقة، وهي إساءة لي كجنوبي. أنا الآن كمواطن جنوبي أعيش في حبيبتنا عدن، أرى أن هذا إساءة كبرى لي وللجنوب. دعك من قضية انفصال، قضية وحدة، هذه قضايا سياسية. من حقك أن تقول بالانفصال بملء فيك ليس حراما، ومن حقك أن تقول بما شئت من الأمور السياسية، ولكن أن تنتهك حدود الله سبحانه وتعالى وحرية الإنسان وحياته، هذا أمر يجب أن يوقف عند حده. والحكومة الشرعية ربما يعني شيء من الإهانة والإذلال الذي يجري لها اليوم سواء في الرياض أو سواء في عدن، ربما بسبب صمتها وعدم مصداقيتها في تعاطي القضايا اليمنية. هو هذا الشيء. ولكن أيضا سيد عبد الله، يعني هناك دائما ما تتحدث الحكومة الشرعية بأن يعني وضعها حرج في العاصمة المؤقتة عدن، وبالتالي هي لا تفرض أو لا تستطيع فرض سلطاتها على هذه المدينة بشكل كامل. هذا كان ما قبل أن أساسا يسيطر الانتقالي على الوضع في هذه المدينة. ولكن يعني أنت تحدثت وأشرت إلى نقطة مهمة، بأنك حتى تخاطبت مع قيادات الانتقالي وتحدثون بأنهم لا يتبنون هذا الفعل. وبالتالي يعني إذا كانوا لا يتبنون هذا الفعل أساسا، هو بمسؤوليتهم أساسا إيقاف هؤلاء الناس الذين يقومون بهذا الفعل. يعني نحن لا نثير هنا حالة بأنه هناك شخص تم ترحيله وبالتالي جعلنا منها قضية. هناك المئات يرحلون والعملية تتم خلال يوم ويومين وثلاث أيام، والأمر يعني يحدث على مرأى ومسمع. أين هم مما يحدث إذا لم يكونوا مشاركين بالأساس؟ كما قلت لك، الفوضى اليوم هي سيدة الموقف. و نجد أن الكثير من يعني من كما قلت لك لا يوجد سياسي محترم سواء كان في الشرعية أو سواء كان في الانتقال، لا يمكن يرضى بهذه الأشياء نهائيا. كما قلت، هذه حرام شرعا وهي من كبائر الذنوب، ومن تبنى هذه الأفعال فهو مجرم عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس. لا يجوز الإجرام، ولا وهؤلاء ملعونين أينما ثقفوا عياذا بالله. هؤلاء كما قلت لك يعني من المفسدين في الأرض من يفعل هذه الأفاعيل. إذا كان هناك يعني أمر لترحيل الشماليين أو غيرها، اجعل له قانون. قل للشماليين: أنتم غير مرغوب بكم في عدن على سبيل المثال. كن واضح وكن صريح، واجعل لهم قانون ويرحلون بكرامة على أقل تقدير. يعني تخفيف الشر مطلوب. هو بالفعل سيد عبد الله، يعني فكرة الانفصال فكرة الانفصال يعني إذا ما تمت وإذا ما هو مطلب بالنسبة لهم، يعني هذا أمر سياسي. يعني عندما يتم حل هذا الملف وتكون لهم دولة في الأساس، حينها يتم التعامل مع هؤلاء الناس المقيمين داخل المدينة هذه وفقا للقانون، إما أن تصحح أوضاعهم أو أن يأخذوا مهلة ويرحلوا بشكل يعني بعيدا عن إهانة كرامتهم كما يحدث حاليا. يعني أي دولة ستقوم على هذا الأساس؟ كما قلت لك، أن الدول القائمة على الوقاحة لا يمكن أن تنتصر. ولهذا لنا أساساً لا توجد دولة تنفذ هذا النموذج سيد عبد الله. يعني ربما هذا نموذج نادر الذي يحدث. أقول لك، اليهود من صفاتهم الوقاحة، ولهذا الله عز وجل شردهم ومزقهم في البلاد ولم تقم لهم دولة، ولهذا قاموا واحتلوا دولة بمساعدة الإنجليز في فلسطين اليوم. قالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وما إلى ذلك. الوقاحة والأمم الوقحة
لا يمكن أن تقوم لها قائمة. ولهذا كما قلت أنا اعترضت على هذه القضية لأنها حرام شرعا، وأيضا هي توئد أي مشروع لأي قيام لدولة جنوبية على أقل تقدير. يعني حتى الذين يريدون ومن حقهم أن يحلموا مثلا بدولة جنوبية، هل هذا النموذج للدولة التي تريدون؟ إذن تكرم بالبقاء معي سيد عبد الله، كما قلت لك تكرم بالبقاء معي، سأعود إليك وسنناقش الكثير من النقاط. الآن سأرحب بضيفي الكاتب فهمي السقاف، سينضم إلينا من العاصمة المؤقتة عدن. سيد فهمي مساء الخير. أهلا بك سيد فهمي، نتحدث اليوم عن آخر المستجدات في العاصمة المؤقتة عدن خلال اليومين الماضيين، يعني نسمع عن عودة مجددا لمسألة الترحيل التي يعني كنا قد نسيناها قليلا خلال الأشهر الماضية، ما الذي يحدث بالضبط؟ والله الذي يحدث الأثر شديد، يعني أولا أنا حقا العديد وبستنكر بأشد الحضارات عملية التهجير الفصلي للمواطنين اليمنيين، لكن ما حدث طبعا تزامن مع قرار مجلس الأمن حينها، ويبدو أن الفضلة التي أكدت على وحدة وسيادة وأمن واستقرار اليمن في قرار مجلس الأمن الأخير هي التي دفعت هؤلاء إلى تهجير هؤلاء المواطنين لا علاقة لهم بما بالصراعات المتراقية من الدائرة في البلد، تمتلك حقوقهم دون أي مبرر إنكار. وفي تقديري انه ربما يكون هذا ايضا مدفوع من جهه اختبار السعوديه بحكم انها الان هي المشرفه او ماسكه الجانب الامني والعسكري في مدينه عدن، وبالتالي هذا اعتقد انه اختبار لرد فعلها. وفي الحقيقه يعني السعوديه صامته وهي قاعده التحالف على ما يحصل من انتهاكات المواطنين، صمت الغضور يعني حدث حدو الامارات حليفتها السابقه في قضايا ما في نفسها تطرد بصمت الامارات وتطرد ميليشياتها يتصرفوا كما يريدون. نعم، طيب سيد فهمي، يعني كان هناك تصريحات للجانب السعودي قبل قدوم القوات السعوديه الى العاصمه المؤقته عدن وتبنيها فكره انها هي المسؤول عن استتباب الوضع في هذه المدينه فتره تنفيذ الاتفاق الذي تم في الرياض، يعني اليوم ربما عملية الترحيل طالت المئات وهناك الموضوع ما زال مستمر ولم نجد أي تصريح أو أي موقف للقوات السعودية التي تتحدث بأنها يعني هي من تسيطر على الوضع في العاصمة المؤقتة عدن وهي من ستتعامل بكل حزم لأي اختلالات تحدث في هذه المدينة، أين هي اليوم؟ يعني هل تعتقد أن هناك توافق فيما يحدث أو أنها على دراية فيما يحدث وهي راضية عما يدور؟ لا أقول أنهم لا يدرون بما يحدث في مدينة عدن، لا بالعكس هم يدرون تماما وبالتفاصيل بما يحدث في مدينة عدن، لا أظن أنهم مغيبين عما يحدث في مدينة عدن للأسف الشديد، لكن هذا حقا يؤكد ما ذكرت إليه سابقا أنا في أكثر من لقاء، لأنه تم اتفاق بين السعودية والإمارات وهذا واضح الآن، السعودية مسؤولة عن الملف الأمني لعدن وهي مسؤولة عن عدن وعن كل ما يجوز في عدن، وبالتالي هذه الانتهاكات اللي تعرض لها المواطنين من المحافظات الشماليه التهجير القصري لا شيء الا انهم يحضرون من محافظات الشمال. ولابس السعوديه بصمت وسط الشرعيه هي صامت دوما للاسف الشديد، يعني تعتقد انه الموقف واحد يكاد يكون بل هو موحد بين الامارات والسعوديه وفي اتفاق ضمني بينهم على هذا للاسف الشديد. الشرعية حتى اللحظة لم نسمع أي مسؤول منهم على الأقل يستأجل أو يدير أو يستنكر ما حصل. نعم. طيب إلى أي مدى تتحمل الشرعية مسؤولية سيد فهمي؟ السلطة المحلية الآن في جنيف. نعم سيد فهمي، السلطة المحلية والشرعية إلى أي مدى تتحمل مسؤولية ما يحدث؟ الشرعية نعم على الأقل لديها من الادوات تقدر ان تتكلم او تدين او تعبر عن الوضع، فبحكم الله هي المسؤوله امام العالم كله على اليمن وعلى السوريين، وبالتالي حتى الوفد الذي يمثل الشرعيه الان في جنيف في مطرح هو الانسان في جنيف
لم يتطرق الى ما تعرض له هؤلاء المواطنون وكانهم ليسوا ضمن اهتماماتهم بالمطلق للاسف الشديد. نعم. اذا ابقى معي سيد فهمي، اعود لضيفي الاستاذ عبد الله النعماني. يعني سيد عبد الله، إضافة إلى موضوع حملات الترحيل، أيضا هناك مؤخرا كما تأتي الأنباء من العاصمة المؤقتة عدن بأن هناك يعني اعتداءات على تجار، إحراق بعض المحلات، اقتحامات لبعض المتاجر، يعني كيف يفسر هذا الأمر؟ الفوضى كما قلت لك هي سيرة الموقف في عدن، لا يوجد سيطرة حقيقية لأحد على الأرض، ولهذا عندما نتخاطب نحن نخاطب الجميع، نخاطب التحالف ونخاطب الحكومة الشرعية ونخاطب الانتقالي وكل من له سيطرة على الأرض. اليوم كما قلت لك بلادنا مفتوحة لكل الشرور، وكل من شاء أن يفعل فعل، لا يوجد أحد اليوم يستطيع أن يجزم أنه مسيطر على شيء. الكلام هذا يعني أؤكده. وأما قضية الأذى والبلطجة والنصف فهي تحصل للجميع، أؤكد لك أن كثير من التجار الجنوبيين أيضا وأصحاب رؤوس الأموال تعرضوا لمثل هذه القضايا والقتل أحيانا. ينتظر لك سيكل نار إلى أن تستلم حوالتك فيجعلك تمشي ثم لحقك. عدن صارت وكأنك تنظر إلى فيلم أكشن، يعني ما يعني الأشياء التي كان الناس يرونها في الأفلام يرونها اليوم في عدن. هي سيد عبد الله، هذا هو المستغرب. يعني عدن يعني مدينة معروفة، مدينة طيبة، يعرفها سواء ابناء اليمن أو من خارج اليمن يعرفون هذه المدينة المسالمة الطيبة التي يعني لا يمكن أن كان أحد يتوقع بيوم من الأيام أن تصل إلى هذه الحالة. ولا زالت أبشرك رغم كل الظلام تجد فيها ما يؤكد أنها ما زالت مدينة جميلة ورائعة وهادئة وواعدة، والخفافيش والجراثيم هذه ستزول عنها، ولكنها محنة كما قلت يمتحن الله سبحانه وتعالى بما ضيعنا من أوامره وما تركنا من نواهيه وما ارتكبنا من نواهيه. فأقصد نعود لابد للأمور من بداياتها. أنتم في قناة بلقيس غطيتم تغطية كاملة عن قتل الخطباء، وهو أعظم جرم يحصل في تاريخ جزيرة العرب كلها، أن يقتل في مدينة صغيرة مثل عدن 34 عالم ويشرد أكثر من 127. سكتت الحكومة الشرعية آنذاك وهي ذات سلطة وموجودة على الأرض، وزارة الأوقاف غضت الطرف ولم تبذل أي شيء لحمايتهم. ماذا تتوقع عندما تنطفئ المصابيح؟ المساجد هي النور، أن يحل الظلام. ها أنا طبعا عندما أرى الآن الشماليين يرحلون من جهات تخطفهم في الشارع، وأرى الجنوبي أيضا يقتل، وأرى أيضا الأطفال تغتصب، وأرى أشياء كثيرة، وأرى الأمراض، وأرى المدارس مضربة ولا أحد يتكلم. ماذا تتوقع عندما تصمت منابر النور ويضعف دور الهدى والإرشاد؟ طبعا لن نتوقف فقط عن وصف الظاهرة، الظاهرة أمامنا الآن، لكن ما هي أسبابها وما هي حلولها؟ كما قلت لك هي تراكمات بدأت كما قلت لك من قتل الخطباء في بداية انتصار عدن. العدو والمتآمر الخبيث والماكر هو الذي يرتب هذه الأمور من ذلك الوقت، ولهذا بدأ بإطفاء المصابيح ثم الآن هو ينشر الظلام كما يحلو له. لا سبيل وضحت لإعادة الفكرة. الأوضاع إلى استتبابها ما لم تعد أوضاع كما كانت. يرفع الظلم عن بيوت الله، تعاد فتح المدارس، يعاد التنوير، يعاد الهدى، يعاد الإرشاد للناس. هذا هو السبيل لتتبيبها. عدن لا تعاني من أي مشاكل. تكرم معي، تكرم بالبقاء معي سيد عبد الله. أعود لضيفي الكاتب فهمي الثقاف. يعني سيد فهمي، نتساءل عن دور النخب في العاصمة المؤقتة عدن. أين تقف النخبة مما يجري في هذه المدينة، وما الذي يجب أن يقوموا به؟ للأسف الشديد يعني دور النخب أيضا، دور مؤسسات المنظمات المجتمع المدني يعني يثبتون غائب تماما عما يحدث للأسف الشديد. أما أن الصمت أخرسهم وأزمهم وبعدهم عن الحركة، وهذا ما اعتوده يعني حقا للاسف الشديد. لكن اين الشرعيه؟ طبعا لا وجود فعلي لها في داخل مدينه عدن. نعم، لكن الاركان الشرعيه ان تتواصل مع التحالف مع السعوديه، وهي مسؤوله التحالف وهي مسؤوله حاليا عن ما يحصل في عدن، وتطلب موقف ونجم هذه
الاعمال التي تقومها هذه الميليشيات، وهي اعتداء صار على حقوق الانسان وحقوق اليمنيين في مدينتهم عايشين. نعم. يعني طيب بالنسبه لمساله او عامل الخوف، هل نستطيع القول بان عامل الخوف مبرر لان تقف النخب وتحدد موقفها من ما يدور في هذه المدينه وتتحدث على الاقل؟ يعني هي لا تستطيع تغيير شيء، وانما احيانا الموقف والكلمه يضيف شيء للواقع. انا لا اضر احد منهم فعلا، ولكن هذا يعني يفترض ان يهددوا موقفهم مما يحدث للاسف الشديد الكل بالصمت. ولا اعتقد انهم لا يعلمون ما يحدث من انتهاكات داخل المدينه. الصمت عن هذه الانتهاكات يغري هذه الجميع لارتكاب مزيد من الانتهاكات. طبعا الترحيل الان لهؤلاء على اساس انهم ينتمون الى محافظات الشمال لن يقف عند هذا الحد اذا استمر، بل سيطال الجنوبيين فيما بعد انفسهم وفقا للتقسيم المناطقي والى اخره، وهذه قضايا موجوده ومعروفه وعرضها تاريخ اليمن الجنوبي سابقا للاسف الشديد. وما يحدث هو يعني تكرار لما حدث من اخطاء في فترات سابقه، يعني اعاده تكرارها اليوم للاسف الشديد، ولكن تحت تسميات اخرى وجهه واحد منها. نعم، اذا ابقى معي سيد فهمي السقاف، وأذهب لضيفي السيد عبد الله النعماني. سيد عبد الله، يعني من المستفيد اليوم من هذه التصرفات المسيئة لأبناء هذه المدينة؟ أكيد قطعا قولا واحدا، المستفيد هو من هزمته عدن بمساجدها وبرجالها وبشبابها وأبطالها. طبعا هذا المستفيد الأول عموما. لكن قبل أن نتحدث عن المستفيد كما قلت لك، نحتاج أيضا أن نضع حلول، وأنا عبر قناتكم هذه المحترمة أقول أن الموقف يحتاج إلى رجال لم تحطمه الليالي ولم يسلم الخصم العرينة. لماذا الحكومة الشرعية والتحالف والانتقالي لا يفتحوا حوار حول هذه القضية ويتفقوا على وثيقة شرف لمنع هذا؟ يعني نحن نختلف يعني ونتحارب، ولكن لا ننسى أيضا أننا بشر. لماذا لا يتفق هؤلاء الفرقاء المتشاكسون على حرمة وتجريم هذا الأمر ومنعه جميعا؟ لماذا لا تفتح الحكومة الشرعية تواصل مع الانتقالي ومع التحالف السعودي الموجود الآن في عدن لمنع هذا؟ هل هذا صعب جدا؟ لماذا نحن نبحث عن حلول صعبة ونحن نستطيع أن نتحاور؟ أن يختلفوا في السياسة، ولكن المفترض أن يتفقوا في أمن هذه المدينة وفي صورتها الحضارية إذا كانوا عقلاء بالفعل. كلام جيد، تفضل أكمل. نعم، هذا ما أنا أؤكد عليه، وهناك عقلاء، أؤكد لك، لا زال في الانتقال عقلاء ولا زال في الشرعية عقلاء، ولكن أصواتهم مبحوحة ولا يريد، والأشرار في هذه التيارات هم من لا يريد التواصل بينهم. لا أظن رجل محترم أو حتى إنسان طبيعي تأتي إليه وتقول له نريد أن نوقف هذا الظلم على الناس ويقول لك لا. والله لو ظلمت القطط في عدن لحاق الله سبحانه وتعالى بنا ولا أوجب علينا أن ننصرها. فكيف نحن نرى بشر إخواننا من لحمنا وجلدتنا لم يرتكبوا جرما يفعل بهم ذلك؟ والله أنا طبعا في تسجيل الأول حذرت من السهام، انظر كيف تقاتلنا في عيد الأضحى، هذا من عقوبة الله وخذلان الله، لأننا في الترحيل الأول سكتنا فتقاتلنا بين البين، والآن هذا الترحيل سيعقبه تقاتل آخر إن لم يصرخ العقلاء. وأنا كما قلت لك الحكومة الشرعية أمامها طرق تواصل، وأنا واحد من هؤلاء المستعدين أن أتواصل مع الإخوة في الانتقالي ومع غيرهم لنقود لنوقع وثيقة شرف أن نوقف هذا العبث. وأما مصالحكم السياسية وصراعاتكم دعوها تستمر حتى يأتي الله لها بحل، ولكن هناك نقاط كما تفضلت أخي شادي متفق عليها، حقوق الإنسان، حرية الإنسان، دمه، ماله، عرضه، هذه خطوط حمراء. حتى وإن تقاتلتم وإن تنازعتم لكن هذه الخطوط الحمراء أوقفوها. أبو جهل قال لا أريد أن أروع بنات محمد وهو جاهل يعبد الأصنام. اليوم أنا لا أنادي في عدن أن يتمتع السياسيون بأخلاق الإسلام، تمتعوا بأخلاق الجاهلية. أتمنى نخوة الجاهلية اليوم أن أراها اليوم في عدن. إذا كان أبو جهل عنده من النخوة ألا يدخل على بنات محمد، لم يوقف صراعه مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن هناك خطوط حمراء حتى عند الجاهليين من عبدوا الأصنام.
فكيف بهؤلاء وهم يدعون الإسلام ويدعون الإيمان ويدعون المظلومية ثم نظلم غيرنا؟ جميل. لو قطعتكم هنا نقطة مهمة، يعني أنت أشرت أنه يعني يجب أن الشرعية أن تبادر وأن يعني تعمل على إيجاد توافق مع الانتقالي والقوة السعودية الموجودة فيما يحفظ وضع المدينة، ولكن لو افترضنا أن الدولة والشرعية غابت تماما عن المشهد في العاصمة المؤقتة عدن، ما هو الحال؟ والله الشرعية هي غايبة حاليا، ولكن لو كان الغياب رسمي يعني انتهى تواجدها تماما و يعني صارت في خبر كان. في مثل عندنا في شبوة يقولون الرذيلة تفرح بالحزن. هناك بعض النساء عندما يأتي حزن أو يموت شخص تفرح لأنها أصلا لا تريد أن تعمل، لا تريد أن تغسل الثياب أو تمسح أو تكنس. الشرعية صحيح أنها ظلمت وأنها تم طردها، لكن في المقابل هي أصلا مرتاحة لهذا الوضع. أنا زرت الرياض، زرت الرياض وزرت مسؤولي في الشرعية وعرفت أنهم مرتاحون. لم تتجمد عظامهم فقط في الفنادق، بل أيضا تجمدت مشاعرهم، تجمدت ضمائرهم كما قلت. لا يعني أقل حيلة، شكل لجنة يا أخي، شكل لجنة للتواصل لإيقاف هذا الظلم. لا أظن الانتقال سيقول لا أريد أن يستمر هذا الظلم، أو التحالف يريد أن هذا الظلم نهائيا. ولكن إذا كان ولي أمرنا ومن قاتلنا تحت رايته الحوثي وانتصرنا عليه معجب بالأوضاع هذه وبالتمدد في الفنادق، صحيح كما قلت لك أن هناك تضييق عليهم، ولكن أيضا هم استمرأوا واستمتعوا بالاغتصاب إن صح التعبير. نعم بالفعل هو شيء مؤسف، يعني أصبحت مصالحهم الشخصية أهم بكثير من مصالح البلد ومصالح الناس. سأعود إليك سيد عبد الله وأذهب لضيفي فهمي السقاف الكاتب معنا من العاصمة المؤقتة عدن. يعني سيد فهمي، في حال يعني غابت الدولة تماما عن الوضع الحاصل في العاصمة المؤقتة عدن، هي غايبة في الأصل، إنما إذا استمر الغياب ما هي خيارات الناس وخيارات النخب في هذه المدينة؟ عندما تغيب الدولة عن أي منطقة أو جغرافيا تحكمها وتطبعها، هنا يتوحش الناس. الناس يلجأوا إلى خياراتهم الخاصة بهم بصرف النظر عن صحة الخيارات هذه أم خطأها. فما أحصل الآن نقل عدن للأسف الشديد، الشرعية طبعا هي ضائبة، لا وجود فعلي لها حاليا. التحالف بالتأكيد ينظر لما حدث، ولو تقريبا مصلحة في هذا لكي يعمق كثير من الانقسامات داخل بين اليمنيين ويخلق مزيد من الفوضى بين اليمنيين ويتركهم لصراعاتهم، بل يعمق مزيد من الصراعات فيما بينهم لكي ينشغلوا عنه. فالتعارف أتى أساسا ليحقق مصالحه هو وليس مصالح الشرعية أو الشعب اليمني، ما هذه إلا ذريعة فقط للأسف الشديد. هذا هو الواقع، هذه حقيقة للأسف. وبالتالي من مصلحة التحالف يعني أن يسلك هذا المسلك الاستعماري لحد صدر تسد يعني هذه المقاعدة أو التاريخية صدر تسد. فين الإنتاج عن التحالف؟ التحالف ينظر لكل شيء. اليوم عدم غارقة في الظلام بسبب عدم إفراط حمولة سفينة من المعروفات. نعم. والتحالف لم يحضر الساخنين إذا هذا. فبالتالي يعني ولا الشرعية أيضا لا وجود فعلي لها. الوجود الفعلي الآن التحالف الانتقالي في عدن، لكن كلاهما متفقان على ما يحصل للأسف. ومن يدفع الثمن؟ يدفع الثمن هؤلاء الناس المواطنين والناس البسطاء. نعم. وهذا على كل ينجر بدون الصراع القادمة وحرب القادمة بالتأكيد. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الكاتب فهمي السقاف، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن، وأرحب بضيفي الناشط السياسي والكاتب أحمد بالفاخر سينضم إلينا. سيد أحمد مساء الخير. نعم، إذا يبدو أن الاتصال ليس جاهزا حتى اللحظة. أعود لضيفي عبر الأقمار الصناعية الأستاذ عبد الله النعماني. أستاذ عبد الله، يعني إذا ما تحدثنا عن الناس، أنتم أكثر قربا من الناس. الصورة النمطية التي تعرف عن هذه المدينة سواء في المحافظات الشمالية أو في خارج البلد بأن
هناك يعني حالة عنصرية حاصلة ضد أبناء الشمال، وأن الموقف هو موقف واحد يمثل عامة الناس في العاصمة المؤقتة عدن. نحن نتساءل عبركم أنتم الأقرب إلى الناس، كيف تنظرون إلى الأهالي في عدن وما هي مواقفهم مما يحدث في الساحة حاليا؟ صدقني الجهات التي تتعمد ترحيل الشماليين بصورة فجة ووقحة أمام الله وخلقه، هذه تؤكد عكس ما قلت أنت قبل قليل، أن العنصرية بيننا كجنوبيين أكثر مما يحصل مع إخواتنا في الشمال. الذي ينزل إلى عدن، وهذا ما حصل من كثير من أصدقائي عندما يأتون إلى عدن، يتعجبون كيف أن التجارة وكيف أن العمل ما شاء الله يكاد 80% منه بأيدي شماليين، بل أعرف قيادات كبرى في الانتقال لديهم شركات وأعمال ومطاعم يديرونها أبناء الشمال. كما قلت العامل حتى وإن كان من الفلبين والمواطن ليس له أي ذنب في المشاكل السياسية، وهذه الجهات أنا أؤكد لك أنها مدفوعة لتشويه عدن وتشويه حتى الانتقالي. هذه الجهات أيضا تشوه الانتقالي، وعلى الإخوة في الانتقالي أن يقفوا وقفة صارمة أمام هذه الأفعال. كما قلت إن كان ولا بد هناك من ترحيل فليكن له قانون وتكون له بنود ولا يكون بهذه الطريقة. أما بس من نفهم منك أن حالة الرفض لأبناء الشمال هي ليست قائمة لدى عامة الناس، وإنما هي يعني بعض العصابات هي من تتبنى هذا الأمر، بينما عامة الناس في هذه المدينة هم يعني لا يحملون هذه النزعة العنصرية والرفض الدائم لأبناء الشمال ومسألة الترحيل وهذه القصص. بالعكس، هذه المدينة كما وصفها الرحالة ابن بطوطة وغيرهم مدينة هادئة وادعة ترحب بالجميع وتهني بالضيف. وبالعكس كما قلت لك يعني العكس هو الصحيح، هذا الترحيل يؤكد أن الناس متلاحمين في عدن بشكل كبير جدا. فقط الذين يختلفون هم السياسيون، السياسيون هم من يصنعون الأزمات وهم من يفعلونها ويصدرونها للناس. أما عندما تنزل إلى أسواق عدن وتصور وترى وتوثق ترى بالعكس الناس يعيشون في أمان وفي انسجام، ومدينة عدن مدينة قوية، مدينة تريد الحياة رغم كل الضربات التي عليها وإطفاء الكهرباء والتآمر والانفلات الأمني ومحاولة تشويه الجنوبيين عبر ترحيل الشماليين بهذه الطريقة. كل هذه الأفعال هي الغرض منها إطفاء النور والمدنية والإنسان الحضاري الذي يتمتع به ابن عدن. صحيح أنا أحب كل بلاد اليمن، لكن عدن لها نكهة خاصة فأهلها يتقبلون الجميع، وهي محور التحالف. التحالف اليوم فشله في عدن سيجعله يدفع الثمن غاليا، بل ويخسر الحرب. إذا خسر التحالف عدن فإنه خسر الحرب ككل، وما دامت عدن متوترة فإن الحرب كلها وكل محافظات اليمن لن تنعم بالأمان ولا بالاستقرار. هذه رسالة نقولها لإخواننا في التحالف العربي، أن عدن اليوم هي محور وهي امتحانكم، فإن نجحتم في عدن فأنتم ستنجحون فيما سواها، وإن فشلتم في عدن فاحلموا أن تنجحوا في غيرها. جميل، ابقى معي سيد عبد الله. أرحب بضيفي مرة أخرى السيد محمد بالفخر، باحث ومحلل سياسي. سيد محمد مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد محمد، أنت يعني من الناس الذين عاشوا في العاصمة المؤقتة عدن و يعرفون الوضع عن قرب. يعني نتحدث اليوم عن حملة الترحيل التي عادت أو عاودت مرة أخرى في هذه المدينة، كيف تنظر لما يحدث؟ أولا أحييكم وأحيي السادة المشاهدين وضيفك الكريم. على كل حال، هذه الحركات التي تظهر بين الحين والآخر هي حركات ممجوجة ومرفوضة مجتمعيا داخل أبناء عدن وخارج أبناء والمحافظات الأخرى. عملية التمييز العنصري والتمايز الطبقي والجهوي، هذا ابن المنطقة الفلانية ليس له مكان في عدن، هم هؤلاء من يقوموا بهذا الأعمال. هم لا يحبون عدن ولا يريدون الخير لعدن. كم من الإشكاليات التي حصلت منذ أن تولوا أو وصلوا إلى زمام مقاليد الأمور في العاصمة عدن منذ عدة سنوات، يعني وعدن تعيش الفوضى وتعيش الكثير من الرعب والإرهاب.
بسبب مثل هذه النزعات ومثل هذه الأعمال التي لا تخدم لا أبناء عدن ولا تخدم أبناء المحافظات الجنوبية، بل تسيء هذه التصرفات لمن لأهل عدن. إن هؤلاء دائما عندما يقوموا بمثل هذه الحركات أو بمثل هذه الأعمال حقيقة هم يسوهون عدن ولا يخدمون عدن. عدن ليست ملكا لهم وليست ولا ينبغي أن تكون ملكا لعدن، مدينة للسلام، مدينة للتآلف، كما ذكر ضيفك الكريم قد ذكرها ابن بطوطة وكثير من المؤرخين وكثير من العلماء. يعني هي تجمع الناس، جمعت الناس من كل مكان، من كل أبناء من شرق البلاد إلى غربها ومن خارج اليمن أتوا واستوطنوا في عدن وصاروا من أبناء عدن ومن محبي عدن. هؤلاء من يقوموا بمثل هذه الأعمال لا يريدون الخير لعدن. عدن هي مدينة السلام. طيب سيد محمد، يعني هنا ضيف الكريم، وليس لها إلا المودة والأخوة بين الجميع. وضحت، لكن هنا سأقاطعك، يعني هنا نقطة مهمة أشار إليها ضيف الكريم عبد الله النعماني فيما يتعلق بما يحدث في عدن. ليس هو توجه الناس ولا يعني هو أصبح يعني كمبدأ يمارسه الناس فيما يتعلق بملاحقة الشمالين، وإنما هناك السياسيين هم من يلعبون على هذا الوتر ومن يحركون هذا الفعل. كيف تنظر إلى هذا الطرح؟ حقيقة ليس كل السياسيين، هناك من ركب موجة السياسة في السنوات الأخيرة وعملوا من أنفسهم سياسيين. وللأسف أن لو رأيت كثير من منظريهم في والذباب الإلكتروني حقهم، وكثير منهم من يعيش في أوروبا ومن يعيش في أمريكا ومن وفي دول الجوار، يثيرون مثل هذه النزعات ويغذونها بتغريداتهم ويغذونها بمقالاتهم ويصفون يعني بعض ويبررون أن مثل هؤلاء عبارة عن صابور خامس أو أنهم آمن أو أنهم كذا أو أنهم إلى غير ذلك من العامل البسيط. يا أخي أنت لو كان لديك أمنا ولو لديك معايير، يعني هناك من يختل أو من يثير النعرات داخل المجتمع أنت ستعرفه. يعني إن كان هذا ليس كل الناس، هناك من الناس يعملون في 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 محلاتهم التجارية، في مطاعم، في أموال بناء، موجودين في كل مكان، وليس في عدن، موجودين في كل المحافظات. وأيضا من أبناء الجنوب أيضا موجودين في صنعاء وموجودين في تعز وموجودين في الحديدة من قبل حتى ثورة سبتمبر. يعني هل جميل. طيب من يتحمل مسؤولية ما يحدث اليوم سيد محمد؟ نعطي الآخرين ذريعة أو بعض الموتورين الآخرين ذريعة ليكون هناك ردات فعل. هل نحن نرفض هذه الأعمال عندما يتعرض جميل. لها؟ لكن من يتحمل المسؤولية اليوم؟ عفوا يا تفضل. نعم، من يتحمل المسؤولية اليوم؟ من يتحمل المسؤولية؟ أنا حقيقة أولا أحمل الحكومة الشرعية، لأن ما زال هناك قيادات لهم صدرت لهم قرارات من الحكومة نفسها وأوجلتهم على بواقع السلطة، سواء قيادة أمنية في الأحزمة الأمنية. هؤلاء ينبغي أن تسحب منهم هذه القرارات وصدرت في حين غفلة. فهذا وأيضا محافظ موجود بقرار جمهوري، أين هو المحافظ من مثل هذه الأعمال؟ أين هم المديريات من هذه الأعمال؟ يعني لا نحمل المسؤولية الجهة معه، طالما الجهة هذه تمارس هذه الأعمال دون حسيب أو رقيب شيء طبيعي أن تزداد مثل هذه الأعمال وتثير وتثار بين الحين والآخر. يعني نعم، إذن وضحت الصورة. الكاتب والباحث السياسي محمد بالفخر كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وأعود لضيفي السيد عبد الله النعماني من العاصمة المؤقتة عدن. يعني سيد عبد الله، نترك لك المجال في نهاية هذه الحلقة ومساحة رسالة تود قولها وتوجيهها من خلال هذا البرنامج. والله لازلت أعيد وأكرر أن التحرك العاجل في هذه القضية لابد أن يتم، لابد أن تشكل لجنة، لابد أن تكون هناك خطوط تواصل، لابد أن يتوقف هذا العبث. لنا الآن 5 سنوات ونحن كما قلت لك عدن يراد لها الظلام ويراد لها الأذى ويراد لها الجريمة، لكن كما قلت لا زالت تقاوم، لكن لا ندري إلى متى سوف تقاوم هذه المدينة.
نحتاج جميعا أن نتحرك لوقف هذا العدوان الذي يجري على عدن أولا، لأن الشماليين هم الحلقة الأضعف الموجودة اليوم في عدن، وإلا فعدن كلها اليوم تؤدب، يعني إطفاؤها من الكهرباء وقتل علمائها وإقلاق أمنها وسكينتها، بث الميليشيات المسلحة فيها هكذا، ترى الشخصات تسرح وتمرح فيها، كل هذه القضايا هي ضد المواطن أصلا يعني. والشمالي هو نقطة صغيرة في خضم الظلام والإجرام الذي يمارس في عدن. وكما قلت وأعيد وأكرر، أنا بصفتي خطيب مسجد، الدين هو يعني كما يعني يتحدث المجلس الكنسي أن الدين يستطيع أن يغير 60% من سلوك الإنسان، وهم يتكلمون عن الدين المسيحي. الإنسان لو تدين مسيحيا بحق 60% من سلوكه يغيره الدين، فكيف بدين الله الحق وهو دين الإسلام؟ اليوم ينتهك ديننا في عدن. اليوم إذا كان مثلا قد أختلف مع إصلاحي أو أختلف مع انتقالي أو أختلف مع يعني غيرها من الجهات السياسية مع شرعية، لكن هل أختلف مع الله ورسوله والإسلام؟ لماذا لا نعلي القيم الإنسانية أو القيم الدينية التي ترعى قيم الإنسان اليوم؟ لماذا؟ يعني إذا على خطاب الدين وخطاب التراحم وفهم الناس حقوقهم، فلا يستطيع السياسي أن يصمت. اليوم تدمر النخب الدينية والنخب العاقلة والأصوات المحترمة في عدن، يراد لها أن تسكت وتخرس أمام ما يجري، وإذا تكلم شخص سكت البقية وخافوا، وتأتيه الرسائل احذر لا تتكلم لا تقول. كيف نحذر لا نتكلم ولا نقول؟ نحن حملة الأمانة والميثاق، الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا، ولا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. كما قلت لك، الحكومة يجب أن تجلد لتقوم بواجباتها. هي تدعي الضعف وتدعي العجز وتدعي النواح والمظلومية، إلا أن بيدها كثير من الأوراق اللي تفعلها. كما قلت لك وأعيد وأكرر، أقل شيء تتكلم، تشكل لجنة من العقلاء الموجودين في عدن، اذهبوا واجلسوا وتحاوروا مع القوم، نبدأ نوقف الظلم هذا الذي يجري على عدن. الجماعة متاحين سيد عبد الله، يعني وأنت كما تحدثت يعني زرتهم بنفسك ورأيت الوضع بعينك في الرياض، فالجماعة في قمة الراحة، يعني مش فاضلين لنا خالص. إذن وصلنا إلى ختام الحلقة، أشكرك جزيل الشكر سيد عبد الله النعماني، أحد أعيان العاصمة المؤقتة عدن وناشط مجتمعي في هذه المدينة وإمام جامع، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن. ونكتفي بهذا القدر مشاهدينا ونصل إلى ختام حلقة الليلة، أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.